أهلا بحضراتكم مرة تانية. بنستكمل الحوار مع فضيلة الشيخ محمد عثمان البسطويس النقيب العام للأئمة والدعاة، وبجدد التحية. كنا قبل الفاصل بنتكلم عن المتطلبات اللي تم تقديمها في اللقاء مع المستشار الإعلامي للرئاسة الأستاذ أحمد المسلماني، ومن ضمنها جامعة الأزهر. والمشهد في جامعة الأزهر المتصاعد والمتطور من يوم للتاني، والانتهاك للحرم الجامعي، ومشاكل الفتيات في جامعة الأزهر اللي لسه لم يتم تسكينهم، وسمعنا ان هم يعني في حالة مشتتة مش عارفين يتصرفوا ازاي ما بين الدراسة وما بين البيات في اخر اليوم، وفي ناس بتبات داخل الحرم الجامعي لجامعة الأزهر. ايه قلت كلمته في ايه في هذا اللقاء بس تحديدا لهذا الشأن؟ جامعة الأزهر هقول لهم ان سيدنا النبي قال لنا: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. هل ما يفعل بجامعة الأزهر اليوم الملائكة ترضى عنه؟ لا يرضى عنه صغير ولا كبير. لذلك إذا كان هناك تعد سافر من هذه العقول الطائشة التي سفهت هذه القامات والهامات، إحنا طالبنا بسن قانون يجرم ويعاقب كل من يعتدي على الأزهر برجالاته وعلمائه الشرفاء، وإن تعدى الأمر إلى الحبس والزجر فهذا أمر وارد بقانون العقوبات. بالإضافة لكده تحدث أحد الموجودين بالأمس اللي كان معاه ملف الجامعة، وقال بأن بعض الطالبات ما لهاش مكان في المدن الجامعية، فعلى الفور سمعنا أنهم بيناموا على الأرض. هو بس مش للدرجات يعني، عشان نبقى منصفين، هم ما لهمش مكان. بيناموا فين طيب؟ يعني ما فيش تسكين لحد دلوقتي، وهم هقول لحضرتك على جزء بسيطه في في العمل او الوقت الدراسي خلاص. طب تمام. بيروحوا فين اخر اليوم؟ عايز اقول لحضرتك ان احنا برضو اكيد كل واحد فينا له القريب له او صديقه او الى اخره، فهو بالامس هو المدينه لما سكنت ما عادش فيها اماكن، فهنا على الفور المسؤول اللي كنا معاهم الاستاذ سكينه فؤاد الاستاذ احمد المسلماني، على الفور ان شاء الله يبقى تسكين للناس دي حتى وإن كانوا خارج المدن الجامعية. يعني هم خدوا قرار بالأمس إن الناس دي هتسكن إن شاء الله رب العالمين. هم كم تقريبا؟ أنا لا أتذكر عدد، ولكنه عدد قليل يعني لا يتجاوز مثلا 300-400 في الحدود دي. وصعب تسكين العدد البسيط ده. حضرتك أنا أعلم حتى لما كنت في الجامعة إن في التسكين في مرحلة أولى، في مرحلة تانية، مرحلة تالتة. في أولويات. في أولويات طبعا، التقديرات أدي حاجة، الاغتراب حاجة تانية، حاجة زي كده. وطبعا ان شاء الله رب العالمين طالما انهم يبتغون في ذلك العلم وجه الله عز وجل، ربنا سيسخر لهم من يقوم على رعايتهم ان شاء الله. امتى يا فندم قالوا لكم امتى المشكله دي تتحل؟ في وقت زمني اتحدد؟ بالامس تحدثوا وقالوا ان احنا على الفور سنتخذ الاجراءات اللازمه حتى وان وصل الامر يسكنوهم في مباني خارج المدن هيسكنوا ان شاء الله رب العالمين. جامعه الازهر هي جامعه عريقه عتيقه، عايزين نقول ان اللي بيحصل دلوقتي هو اخر ما في جعبة الجماعة المتوضئة بدماء المصريين، بعد كده ما عندهمش حاجة يعملوها، يعني تعدوا على الجيش، تعدوا على الشرطة، تعدوا على مؤسسات الدولة، لم يتبقى الا جامعة الازهر. وكان يدور بخلدهم او بعقولهم ان جامعة الازهر حينما نقوم بهذه الاعمال من شغب وتحريض توقف الجامعة، ولكن بفضل الله عز وجل والقائمين على هذا الامر ورئيس الجامعة مشكورا، قال لن أسمح بتعطيل الدراسة يوما واحدا. الحاجة الثانية أنا عايز أقول، أنا بشوف حاجات يعني غريبة، واحد طالع لي عامل لي 4 صوابع والصابع الخامس مش موجود، ففي مرة بكلم أحد المقربين بقول له يعني إيه الإشارة دي 4 كده؟ قال لي يعني طالبين 4 شاي. قلت له طب كويس، يعني المسألة مش مسألة بقى إن دي مثلا بيتذكرهم بحاجة كويسة، ولكن عايز أقول إن أنتوا خلاص كفاكم ما أحدثتموه من خراب وفوضى على مدار سنتين. كفوا عن أفعالكم وعودوا إلى صوابكم. لذلك كل يؤخذ ويرد عليه. إذا كان لكم شيوخ أنتم بتتبعوهم، فهناك شيخ شيخه الزمان، وهناك شيخ شيخه الشيطان، فعودوا إلى صوابكم حتى تعيشوا في هذا المجتمع آمنين سالمين إن شاء الله رب العالمين. ومن يتقدم منكم ويكون بازغا في علم أو في مكان معين فليتقدم ويتفضل. لقد سئمنا من هذه الوجوه التي عبثت بمقدرات الدولة عاما كاملا، فدعوا القائمين على الأمر يفعلون ما فيه مصلحة البلاد والعباد إن شاء الله رب العالمين. إنما بهذا الوضع ستزداد الأحوال سوءا. ولكن هو اللي بيحصل في جامعة الأزهر وكافة الجامعات، في اسكندرية، في جامعة القاهرة،
طبعا هو يعني هو شيء جريمة في حق الأجيال دي والمستقبل. نعم. والوطن بلا شك الوقت. يعني اللعب على عقول الشباب بالطريقة اللي بنتابعها وبنشوفها دي طبعا دي جريمة. أخيرا أنتم مرتباتكم ومرتبات الدعاة بشكل عام فعلا يعني شهدت تراجع ونقص في الفترة الأخيرة؟ هي مش لم تحدث طفرة حتى تعود، ولكن المرتبات بالنسبة للسادة الأئمة والدعاة متدنية من عشرات السنوات. مش السنة اللي فاتت مثلا. لا لا لا، متدنية من عشرات السنوات، ولذلك فإحنا كنا طالبنا بكادر مالي للأئمة وحصانة، وطالبنا أيضا بأن تكون هناك نقابة، فالحمد لله رب العالمين نقابة أنشئت وأشرت. وبالنسبة للمرتبات إحنا بنقول من هذا القانون الذي ينظم عمل الإمام هيبقى فيه جانب شق مالي إن شاء الله رب العالمين، وندعو القائمين على الأمر أن ينتهوا من ذلك قريبا. ده بيخلي الإمام ده يشتغل شغلانة تانية. طبعا الإمام كغيره من البشر له متطلبات، للبيت متطلبات، لأولاده متطلبات، فكيف يوائم العصر وكيف يتحدث في قضايا مهمة ملحة في الدولة وهو لا يجد إلا القوت الضروري؟ فلذلك احنا ان شاء الله على كاهلنا وعلى عواتقنا مهمة خطيرة، واحنا خدام السادة الأئمة كلها، حتى وان اودى بنا ذلك الى الممات ان شاء الله عز وجل احنا مع الامام قلبا وقالبا حتى نصل به الى مكانة اللائقة. واتكلمتوا في موضوع المرتبات ده في اللقاء مع المسلماني بالامس، احنا قلنا ان الامام يعاني عانة شديدة من المسألة المالية، ولكن وضع الدولة حاليا لا يسمح. فإذا كان هناك في السنة الماضية مظاهرات فئوية طالبت بتحسين الأوضاع المالية إلا أبناء الأوقاف، ليه؟ إحنا عايزين بلدنا تبقى أحسن كلها، ومصر إن شاء الله رب العالمين تتعافى، وبعد كده نشوف المسائل المالية بالنسبة للكل، وإذا كان هناك تطبيق للحد الأدنى والأقصى فبها ونعمت، وإلا فنحن نريد من هذا القانون الذي ينظم عمل الإمام يكون هناك دافع مالي للإمام حتى يكون على درجة عالية من الكفاءة والجودة، وتحسين الأوضاع لا يكون إلا من خلال الإمام، والإمام هو مشروع قومي للدولة، إذا قام الإمام ونهض فتنهض الدولة إن شاء الله رب العالمين. أنا بشكر حضرتك الشيخ محمد عثمان البسطويسي النقيب العام للأئمة والدعاة، وبنتمنى لكم التوفيق في الخطوات اللي جاية في ظل ما تشهده جامعة الأزهر والموقف بالكامل الخاص للأئمة والدعاة. ومشاهدينا، الشوارع المختنقة في مصر، الازدحام، التكدس المروري بدأ يتغير من وقت للتاني، أحيانا بتبقى الشوارع فاضية، أحيانا بيبقى السبب غير مفهوم لهذا الازدحام الشديد في شوارع وكباري مصر. خلينا نعرف الموقف النهاردة مع زميلتنا يسرى أمين، وهذا اللقاء مع الرائد محمد حسين من الإدارة العامة للمرور، وبعد هذا اللقاء هنتكلم عن الدستور وما يجري الآن في لجنة الخمسين، والفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي والأستاذ محمد صلاح عضو اللجنة القانونية لحزب النور. خليكم معنا. العامة للمرور وفي فقرة مرورية جديدة ولمتابعة حركة المرور في شوارع القاهرة، الأماكن الأكثر كثافة والأماكن الأكثر سيولة، معنا اليوم الرائد محمد حسين ليتابع معنا الأوضاع. أهلا وسهلا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. لو اتكلمنا عن أكثر الأماكن اللي فيها سيولة مرورية أو الأماكن اللي فيها كثافة مرورية، خصوصا وإن احنا في أكثر أيام الأسبوع ازدحاما اليوم الخميس. تمام، يعني احنا لو لاحظنا النهاردة يوم الخميس طبعا بيكون يمكن اقل كثافة من ايام باقي الاسبوع، بتبتدي معنا الكثافات طبعا المسائية، خروج طبعا الموظفين والعمال، يمكن دلوقتي عندنا كثافات في معظم المحاور، اهمها كوبري اكتوبر في القادم من مناطق اعلى العروبة المتجهة الى مناطق رمسيس، ما بعد ذلك الامور بتكون طبيعية. الاتجاه الاخر القادم من 15 مايو اتجاه
كوبري اكتوبر تقيل بعض الشيء بسبب منزل الزمالك. المنطقه اللي تحت فيها عدد كبير جدا من المدارس بيأثر على منزل 15 مان وتاجر الزمالك. ما بعد ذلك الامور بتكون افضل حالا. لو دخلنا مناطق وسط المدينه ميدان الاوبرا بعض الكثافه ولكن تحت السيطره ما فيهاش اي اعطال. نفق الازهر كويس في الاتجاهين نقدر نستخدمه بديل ايضا لكوبري اكتوبر. طريق العروبه ايضا كثافه في المتجه من كوبري المطار وحتى مناطق كوبري الجلاء. كثافه معتاده في هذا التوقيت ولكن ماشيه بشكل طبيعي. الاتجاه الاخر برضو بعض الكثافه عند مطلع كوبري الجلاء المتجه الى مناطق مساكن المتجه الى مناطق العبور ونفق الازهر. فيما بعد ذلك الامور بتكون طبيعيه. لو دخلنا للطريق الدائري الحمد لله الطريق الدائري يمكن اخر متابعه الان منظر البحر الاعظم اثر النبي الاوتوستراد ماشيين دلوقتي بشكل طبيعي جدا ما فيش كثافات الحمد لله تذكر. الامور كويسه على الطريق الدائري المتجه الى منزل الزراعي. طبعا النهارده الخميس عدد كبير من الساده قائد السيارات بيكون متجه لمناطق اسكندريه ومناطق الوجه البحري بيكون طبعا ليهم تاثير على محور الطريق الزراعي ولكن الحمد لله ايضا بدون اعطال ماشي بشكل طبيعي. يمكن اكثر كثافه منطقه 100 حلفه ما بعد 100 حلفه ومنطقه قلمه الامور بتبقى ماشيه بشكل طبيعي. يعني من طبعا الساده المشاهدين ان شاء الله الطريق الزراعي كويس ان شاء الله نقدر نستخدمه باذن الله. لو اتكلمنا عن الحوادث او اي ما يعوق حركه المرور سواء في شوارع القاهره او في الشوارع والطرق المؤديه الى باقي المحافظات، هل هناك اي حوادث او اي حالات سرقه او ما يشابه؟ تمام. يعني بالنسبه للحوادث كان عندنا حادث حاليا في منطقه الكيلو 84 طريق مصر السويس الصحراوي في القادم من السويس المتجه للقاهره. دي عربيه نقل فرداني محمله بالغله انقلاب نتيجه عدم يقظه قائدها. طبعا ليها بعض التاثير على القادم من مناطق السويس. حاليا رجال الاداره العامه والمرور متواجدين بيتم الرافه وطبعا بيتم التعامل مع قائد المركبه قانونا لتعطيله حركه المرور واتخاذ الاجراءات حياله. فيما عدا ذلك الحمد لله حاليا ما عندناش حوادث مؤثره. ايضا كان عندنا حادث على الطريق الصحراوي الطريق الزراعي في منطقه دمنهور منطقه الابعديه. للاسف ميكروباص خارج من طريق فرعي دون التاكد من خلو الطريق طبعا من السيارات القادمه في الاتجاه الاخر اصطدمت بها عربيه نصف نقل. ده ادى الى اصابه سته. حاليا تم نقلهم للمستشفى والطريق حاليا بحاله جيده. بخصوص الحملات سواء حملات ضبط السيارات المسروقه او حملات ضبط تعاطي المخدرات. تمام. طبعا احنا يعني الحملات مستمره على مدار اليوم الكامل. حملات رداريه لضبط السيارات المخالفه للسرعه المقرره على الطرق، حملات متنوعه لضبط السيارات خاصه السيارات النقل اللي بتسير بدون تشميع للحمولات او محمله حمولات اعلى من الارتفاع او بتمشي يسار الطريق. طبعا جميع هذه المخالفات بيتم تحريرها وتجميع الموجود مع نهايه اليوم. يمكن من ضمن الحملات اللي كانت متواجده النهارده على الطريق الدائري حمله للكشف عن قائدي المركبات اللي بيقودوا سياراتهم تحت تاثير المخدر. ده عن طريق كواشف بتستخدم اللعاب بيكون كشف سريع بمجرد ما بيدي نتيجه ايجابيه بيتم التحافظ على قائد السياره وتحرير المحضر اللازم وتسليم الاسم المختص. النهارده تم الكشف عن 15 قائد مركبه خمسه منهم ايجابي. تم طبعا تحرير المحضر اللازم حيالهم وتوجيههم لاسم مختص لاستكمال اجراءات. بالنسبه للحملات الضبطيات النهارده يمكن كان عندنا اكثر من ضبطيه. ضباط مباحث المنطقه الغربيه النهارده على الطريق الساحلي تمكنوا من ضبط سياره ممكن نقول رقمها ميم صاد ب 1546 ميم صاد ب 1546. دي عربيه نقل باسم مسعود عبد العاطي مسعود. دي مبلغ بسرقتها في المحضر 170 60 جنح لسنه 2013 اسم شرطه دمنهور. سيادته ممكن يعني يتوجه لقسم شرطه طريق الساحلي الكيلو 21 لاستلام السياره. وبالنسبه للمذكره تم تسليمها في اسم العمريه اول. ايضا العقيد احمد قطب اثناء المرور على الطريق الدائري في منطقه نهيه تلاحظ ليه وقوف شخصين احدهم بيحمل سلاح ناري فرد خرطوش محل الصنع والاخر معاه سلاح ابيض مطوع قرن غزال. دول بيقوموا بمحاوله استيقاف السيارات الاجرى واخذ مبالغ ماليه تحت تهديد السلاح. تم التعاون معاهم الحمد لله تم ضبطهم وتم تسليم الاسم المختص لاستكمال الاجراءات القانونيه. ايضا كان عندنا ضبط اخر في طريق وادي النطرون للعالمين النقيب هاني عادل. ده معين في الكل الامني لو بيبقى ضابط مرور ومعاه ضابط بحث ومعاه ضابط امن مركزي للمرور على الطريق. تم ضبط سياره ماركه كيا سوداء اللون اللوحات اللي عليها بالكشف عن طريق الحاسب الالي تبين انها لا تخص السياره. بالكشف طبعا برقم الشاسيه تبين انها بتحمل لوحات واو يه 43 96 واو يه 43 96 ودي مبلغ بسرقتها ايضا في المحضر 92 59 جنح اول اكتوبر باسم حسام بيومي محمد. استاذ حسام يقدر يتوجه ان شاء الله يستلم سيارته. هي تم تسليمها في اسم شرطه العالمين.
بنشكر سيادة الرائد محمد حسين. ومن غير على غير المتوقع في أحد أيام الأسبوع الأكثر ازدحاما هو الخميس، إلا أن الشوارع تتمتع بنوع من السيولة المرورية في أغلب الطرق والشوارع المؤدية إلى القاهرة وأغلب الطرق والكباري الموجودة في القاهرة. حملات مرورية كثيرة لضبط العديد من المخالفات، كلها يعني أدت إلى السيطرة على الأوضاع. نتمنى لكم يوما سعيدا وخط سير سعيد. شكرا.